أنا كمسيحي ولدت في الأراضي المقدسة، أمي وأبوي وأهلي وجدي وجدتي وأجدادي من وراي كمان خلقوا في الأراضي المقدسة، لازم يكون عندي إدراك إني أنا هون مش ضيف، إني أنا هون جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ومن هاي الأرض، وعلي واجبات وإلي حقوق، وكياني ووجودي مش مرتبط ولا منوط في تعدادي ولا حتى في نوعيتي، مرتبط في كوني خلقت في هاي الأرض. تعيش الأرض المقدسة محنة حقيقية تتمثل بالهجرة المتفاقمة التي تجاوزت معدلات الهجرة المألوفة في فلسطين. وبحسب الإحصاء الفلسطيني لعام 2017 تبلغ نسبة المسيحيين الفلسطينيين بالنسبة إلى إجمالي عدد السكان 1% فقط، فبينما يصل عدد مسيحي الضفة الغربية حوالي 40,000 نسمة، يقل عددهم في مدينة القدس عن 5,000 نسمة. أما الصدمة الكبرى فهي في قطاع غزة الذي انخفض عدد المسيحيين فيه إلى 733 نسمة فقط. إمتى نقص الخطر بدء؟ لما أنت بتوصل من الخط الأحمر اللي هو خط الخطر، إحنا تعديناه في التعداد المسيحي، إحنا تعدينا الخط الخطر، نقص الخطر بطل يدق، انتهى خلاص وقف ده. لما وصلنا لأقل من 1% كتعداد سكاني في الأراضي المقدسة، طبعا نقص الخطر بطل يدق، لأنه خلصنا إحنا، رح نصير الهنود الحمر الجداد في فلسطين، رح يصيروا الكان في مسيحية في الأراضي المقدسة. كانت هاي الكنيسة فيها أداديس، كان هذيك الكنيسة فيها صلوات ودورة للعذراء عليها السلام، عيد الصليب، المهد، عيد الميلاد، وهلما جرى كنيسة القيامة، البشارة. وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن الأسباب المباشرة لهجرة المسيحيين من فلسطين تعود إلى العوامل الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى انخفاض معدلات المواليد فيما بينهم. هذه التحديات لا تستهدف السكان الفلسطينيين فحسب، بل الشرق الأوسط برمته، حيث يواجه المسلمون والمسيحيون على السواء ظاهرة التطرف الديني. وقد أعلنت منظمة الأبواب المفتوحة أن نحو 1200 مسيحي قد قتلوا العام الماضي لأسباب ترتبط بعقيدتهم الدينية، مشيرة إلى أن اضطهاد المسيحيين في الشرق الأوسط بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب جرائم داعش. الوضع هون كمان بتأجج أكتر وبتصعب أكتر. إحنا ما بدنا تصبير، بس من نواحي الأمور اللي عمالة تصير في الوطن العربي من حركات عنصرية متزمتة، اللي طبعا هذا مش الفكر العام بالوطن العربي ولكنه موجود، فهذا بيخلق تخوف كمان عند الإنسان المسيحي، يقول لك إحنا لوين وصلين، لوين بدنا نروح، إحنا شو مصيرنا في هاي البلاد. تساؤلات كثيرة حول مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص، يثيرها الأب مروان دعدس الذي يدعو المسيحيين للهجرة المعاكسة ليساهموا في إعادة البسمة إلى أوطانهم التي تئن من الجراح.